صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الناس اليوم إن كثيرا من الصحابة جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا شهداء، وبعضهم لم يصلي ولم يصم ولم يطلب العلم، فما حكم الجهاد في مثل هذا الزمان؟ بعضهم إيش؟ يقول الصحابة يعني؟ نعم يقصد الصحابة. يقصد الصحابة صلى الله عليه وسلم. وش أدراك؟ من هو اللي ما صلى ولا صام ولا طلب العلم من الصحابة؟ ولا كلام يعني رجما بالغيب.